السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد، فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخبارك إيه؟ الحمد لله أنا بخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد حضرتك شيخنا، نتمنى أن نعرف ما الحكمة من خلق إبليس إذا نحن استقمنا إلى طريق الله عز وجل. الله سبحانه لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل، ولقد قال في كتابه الكريم: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالله سبحانه يفعل ما يشاء ويختبر العباد بالذي يشاء لأمر يريده، وقد قال الله في شأن نفسه والخلق معه: ولا يحيطون به علما. لم نحط علما بكل شيء، نحن لم نحط علما بكل شيء عن الله سبحانه، ولا يحيطون به علما. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا. وياكم. كنا يعني نريد بس مسألة، جزاك الله خيرا. طبعا وياكم نريد أن نعلم، جزاك الله عنا خيرا وياكم. ما مفتاح العلم؟ مفتاح العلم حتى نستفاد. أولا يلزمك أن تسأل الله أن يوفقك للعلم النافع والعمل الصالح، وقد أمر الله نبيه بقوله: وقل ربي زدني علما. فاسأل الله التوفيق للعلم، ثم كتاب الله سبحانه أجل الكتب على الإطلاق، وهذا أعظم العلوم على الإطلاق. فكتاب الله توليه اهتماما وتقرأ في تفسير الأشياء الميسرة التي تستطيع فهمها، ثم الثابت الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالسنة الكثيرة، كي تعرف ألفاظ رسول الله، هدي رسول الله، سيرة رسول الله. فهذا أنفع العلوم على الإطلاق. وبعد، إذا احتجت إلى أن تصلي لزمك أن تعرف أحكام الصلاة، لزمك أن تعرف أحكام الصيام إذا دخل الصيام، لزمك أن تعرف أحكام الطهارة التي هي عبادة يومية مع الصلاة. هذا باختصار شديد مع تركيزك على تعلم التوحيد، وأجل ما تتعلم منه التوحيد هو القرآن، القرآن الكريم تتعلم منه توحيد الله عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، قل هو الله أحد. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. سألونك عن الساعة، يقول: إنما علمها عند الله. فكتاب الله أنفع كتاب على الإطلاق في تعلم التوحيد. بارك الله فيك شيخنا. كنا نريد يعني نعلم، جزاك الله عنا خيرا وياكم، يعني بما تنصحني بالكتب التي أحضر بها خطبة الجمعة؟
ونستفاد. أنت من أي البلاد؟ من أي البلاد؟ أنا من محافظة الجيزة. والله يا أخي أهدي لك كتابا صنفته في هذا الباب، في 50 خطبة من الأصول، أصول خطبة في التوحيد، خطبة في بر الوالدين، خطبة في الإيمان باليوم الآخر، خطبة في الإيمان بالملائكة. لنا سلسلة إن شاء الله نهديها لك هدية بس إذا تيسر لك. ما اسم هذا الكتاب جزاك؟ خطب العام. خطب العام. نعم. خطب العام. جزاك الله خير. وياك. الرحمن شغل بارك الله فيك يا عبد الجواد وأنت يا أحمد ابن سمير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان السفارة الشيخ لو حد أقسم إن هو ما يسلمش على حد، كل مرة يقابله ما يسلمش عليه، كل مرة يقابله ما يسلمش عليه، أقسم كده، والله لو أنا قابلتك كل مرة مش هسلم عليك. كفارة واحدة. كفارة واحدة يا شيخ ولا كل مرة لازم يكفر؟ كفارة واحدة لا تتعنت. طب الله يسهل. انا يا شيخ بس انا سمعت حاجه، معلش انا اسف على عقليتي، انا سمعت في الـ ان هو كلمه كلما تتكرر، يعني كل مره تتكرر. لا 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 لا. طب حتى في الطلاق انت حلفت على هو كان قصده التهديد، قال له كل مره تروحي تدي كذا. يا اخي لا يا اخي، تطليقه واحده الله يسلمك، كفاره واحده. الله يحفظك يا شيخ. وياكم. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله بخير. أحسن الله إليك. وإليك أحسن ربي. آمين يا رب. بستأذن حضرتك، حكم الصلاة على النبي في الصلاة الجهرية، يعني الإمام قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فحد يقول عليه الصلاة والسلام؟ لم ينقل هذا. أيوة يا مصطفى. لم ينقل. تمام، لم ينقل. أيوة. طيب كمان سؤال معلش، الأضحية لو ضحيت بشاه، فالجزار اللي بيذبح أنا بعطيله مثلا الرأس والرجلين، لأن ما حدش عنده بياخدهم، هو بيديهم للمساكين والفقراء غير أجرته. الرسول يقول لا يعطى الجازر منها شيئا. طيب لو هو بيعطيها بيطلعها لله، هو يجوز ولا لا يجوز؟ والله إن وكلته وجعلته كوكيل لا بأس. طيب جزاكم الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بسم الله. أخوان حبيبي بارك الله فيكم ورب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت كنا عايزين مسألة في المرأة. تفضل. حضرتك عمتي توفت وتركت زوجها، كل الله يرحمها، رحمها الله، ادعو الله رحمها الله. ايه. رحمها الله. تركت زوجها وابويا وعمي وما كانش لها اولاد، تركت ثلاثة من الاخوة الرجال، اثنين اخوة رجال وزوج، زوجها زوجها ايوه، الزوج له النصف وابوك للربع وعمك له الربع، وفي اخوين عمام متوفيين وعمه ليس لهم شيء، ليس لهم شيء. طيب حضرتك، كان والدي كان عرض على عمتي قبل ما تتوفى ان هي نطلع حاجه لاولاد عمي مثلا اللي هم ايه اللي حالهم على قدهم وكده، فخافت قالت بسألوا الزوجة. لا خلاص، ماتت ولم تصنع شيئا لا تلزم، لا تفعل شيئا، كل واحد ياخذ حقه، وإذا كان أبوك كريم يخرج من الربع الذي يخصه. ما أنا قريتش عليهم هم. طيب عايز تذكرهم ذكر، لكن من غير إلزام. من غير إلزام. نعم. جزاك الله عنا خير. وإياك الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحب حضرتك جدا والله، واحضرك على خير ان شاء الله. احبك الله الذي احببتنا له. بعد اذن حضرتك عايز اسال في موضوع، لو انا قعدت سنين تارك للصلاه، هل الاحسن ان انا اقضي هذه الصلوات ولا ان انا خلاص لا قضاء عليه؟ لزاما ان تقضي الصلوات الفوائت، وهذا راي جماهير العلماء. أنك تقضي الفوائت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين الله أحق أن يقضى.
ولأنها فرض عليك ستسأل عنها حتى لو كانوا سنين صح؟ حتى لو كانوا سنين، لكن تقضيها على الوجه المتيسر لك. تمام، الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا عبد الجواد. يا عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، انا اللي كنت بكلم حضرتك ان ابي عاوز يتزوج في الشقه اللي احنا قاعدين فيها. اي نعم. هو دلوقتي بيقول لي ان انا لازم اتعامل مع زوجته دي، فانا بقول له انا مش عاوزه يبقى في تعامل شديد بيني وبينها، علشان انا مش قد المشاكل بتاعت زوجة الاب. فبيقول لي انا مش راضي عنك. ما تلزمي بكلامه ولا يهم منك كلامه، مش راضي عنك، يعني المساله نفسيه. الرجل طلق ام البنت وطردها وجاب لها امرات اب، فيلزمها ان تتعامل مع امرات الاب كالام. النفسيات لا تتحمل. لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا بنية. طب بيقول لي لو انت مش موافقه على كده هيوديني البيت القديم، هيخرجني من البيت اللي احنا قاعدين فيه ويوديني البيت القديم. اخرجي البيت القديم احسن لك من المشاكل. أبدا عند يرتاح ده من ده كما يقولون، إن السعيد لمن جنب الفتن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، أنا خبطت وقعت على نفسي، ربنا يبارك. اتفضل يا عم. حضرتك يا شيخ، ما هو حضرتك المسابقة اللي حضرتك هتعملها في شهر رجب أو شعبان، كنت عايز أعرف يعني هتبقى عن صور إيه السنة دي إن شاء الله؟ اللي في محرم إن شاء الله التوبة والأنفال. التوبة والأنفال؟ نعم. من أي تفسير يا شيخنا ولا؟ أنت توجه إليك أي سؤال تجاوبه، ما مقيدين بشيء معين. معنى أي كلمة، سبب نزول أي آية، أي حكم مستنبط. ده في أول شهر حرم يا شيخنا ولا آخره؟ لا، في آخره أو في أول سفر إن شاء الله. يعني أنا ما أتواصل مع حضرتك ولا حضرتك تعلن ساعتها؟ هم يعلنوا، أنا ما أعلنش، أنا الناس بتعلن. تمام، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولي بالشيخ بس بالعليك. نعم معك، تفضل. بعلمك يا شيخنا، دلوقتي أنا بعاني من وسواس قهري، وبيلبس علي في أشياء، يعني مثلا بيبقى في لي كوباية يقنعني أن أنا ومش في كوباية دي اللي إيدي أقف. طيب هذا من عمل الشيطان وأظنه مرض أيضا، يعني أنت بين اتجاهين. هل انا اسمه علي اجاوبك تبين اتجاهين. هل انا لو مقتنع فعلا ان انا لو رميت الكوبايه دي القى في الكوبايه، هذا مريض يحتاج الى علاج، تحتاج الى ان تعرض نفسك على طبيب امراض نفسيه وعصبيه مع دعاء الله وان ترقي نفسك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤالين لو سمحت. سلي. ان شاء الله ان ربنا ييسر هطلع الحج السنه دي. انا مقيمه في الرياض، بس معايا اطفال. انا عايزه بس اسال بخصوص، انا هبقى متعجله، هيبقى معايا زوجي، هل يجوز الرمي ثاني ايام التشريق قبل الزواج او لا؟ الاصل اننا لا نرمي جمرات ايام التشريق الا بعد الزواج، لان الصحابه كانوا يتحينون زوال الشمس فينظرون إلى السماء يرقبونها. إن عجزت عن ذلك لطائرة أو لغير ذلك، جاز لك أن ترمي قبل الزوال من بعد الفجر. يبقى بدري بكثير يا شيخنا، يبقى حوالي بعد الفجر على طول. ماشي، بقول لك أنا جائز للضرورة. جائز بس ما فيش أي حاجة يعني لا كفارة للضرورة. يا أختي الكريمة، يغفر لك الله، يا رب سهل لنا يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي ست أسئلة. الله يعينك. بالنسبة للتقسيط، إمتى يبقى ربا وإمتى يبقاش ربا؟ اسألي السؤال باختصار، مش هشرح طويل، شرح طويل يعني. قولي الصورة التي عندك. أنا بروح مع واحدة بتشتري لي ملابس. ده ربا على طول. الإمرأة دي خلاص. ده ربا على طول، ما فيش نقاش. ربا مقنع.
لا يعني هي بعد كده بتبيعها لي، هي كانت الاول بتقول لي هذا ربا على كل 1000 اخد 250. يا اختي لا ده ربا، خدي بعد ما اخد معاك الملابس، خدي الملابس وبيعها لي قطعه. انت كلامك كثير، قلت لك ربا خلاص. لو بعتها لي قطعه قطعه بعدين. عندك سؤال اخر؟ ايوه بالنسبه لل دلوقتي لو حد كان ظلم ابويا واخويا ودخلهم السجن وظلم، هل يجوز مقاطعته نهائي؟ تجوز مقاطعته الا اذا تاب، تاب الله عليه ونفتح له باب التوبه. طيب بالنسبه لل ان انا لما بروح اشحن رصيد فوري وباخد مثلا بقول له بياخد مني على كل جنيه رصيد بياخد نص جنيه، يعني بيشحن لي ب 100 جنيه رصيد وياخد 150، هل ده ربا ولا ده عادي؟ هذا بيع، يلزمونك بذلك، الشركه ملزمه بذلك، تدفع 100 تاخذي شحن ب 70، ما في مشكله. لا انا مكان فوري الشخص بيديني رصيد 100 وياخد 150. ما عموله، الزايد عموله. تمام. طب بالنسبه للسمسره، ان والدي شغال في السمسره، لما بيبيع مثلا ارض بتاعه ب لالف وهو داخل رصيد بينهم بياخد 1% من الف و1% من ب. اذا كان لا يغش الناس لا باس، لكن اذا كان كذاب والشقه تساوي معاهم امامهم. ها؟ باتفاق معاهم امامهم. اي ما فيش فيها مشكلة، الدلالة لا شيء فيها، انا ادل زيد على عمرو للشراء منه كده لا شيء، وياخذ دلالة كما يشاء، لكن السلعة لا تساوي الا 1000 وانا اقول 20000. لا لا، البيع والشراء بيتم قدامهم هما الاثنين سوا، هو بس لما مثلا الارض مثلا بقى الدلالة لا باس بها، اجرة الدلالة لا باس بها. تمام. بالنسبة لاخر حاجة، بالنسبة لاخر حاجتين، بالنسبة للنجاسة، يعني انا في مكان صحراء فالحمامات اللي هنا اعداد بلدي فبيحصل رذاذ بول، فاحنا بنستنجي منها على قد ما نقدر، نكسر رجلينا وكده. خلاص لا باس عليك ما دمت تجتهدي لازالة النجاسة. طيب بالنسبة للجهل بالخطأ، حد كان قال لي ان انا ما احاولش ان انا اسأل في كل التفاصيل وفي كل الاحكام وفي كل الحاجة. وانت شكلي كده مسوسة شوية، يعني انا بتقل على نفسي صح، وان انا اخد بالحكم الايسر ليا. لا مش بالايسر، يعني كل شيء له قدر. موضوع البنوك كان الكلام ده بسبب موضوع البنوك، انا عارفه ان هو حرام وبيقولوا لي، بيقول لي ان في شيوخ ثانيه بتقول حلال، فخدي باللي بيقول حلال، وكده كده اللي خد بالشيوخ اللي بتقول حلال هم مش هيحاسبوا. لا لا لا، حرام 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 يا اختي. نعم. كلامك كتير تعبني. حرام 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 البنوك. لا انا بتكلم على الفكره ذات نفسها. لا غلط الفكره، غلط الفكره، المبدا بتاعه فكره غلط. طب السلام عليكم، بلاش كلام كثير، الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شيخ زهاد. طيب الحمد لله، الله يكرمك يا شيخ. ما خليك يا شيخ، في بعض الامور يا شيخ، انا يعني انا تاجر يحتمر وعندي تجاره. طيب ولكن يضطرنا يعني بعض الناس ان احنا يعني نكذب، يعني مش نكذب ان احنا نغشهم، بس مثلا اقول له مثلا ايه، انا شاري دي مثلا ب 100000 مثلا، وانا ممكن اكون شاري ب 70، ولكن انا مضطر. انت كذاب كده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس انا حضرتك بس سؤال يا فندم، كنت حضرتك امبارح اتكلمت في موضوع ان المراه تتبع الجنازة ولا ما تتبعهاش؟ نعم حصل. يعني المرأة تتبعها عادي الجنازة؟ لا، أنا كنا نناقش مسألة وهي قول بعض علماء الحنابلة المعاصرين إن زيارة النساء للمقابر كبيرة من أكبر الكبائر، فكنت أخطئ هذا القول. كنت أخطئ هذا القول وقلت، ذكرت عدة أدلة وفي النهاية قلت، قالت أم عطية رضي الله عنها، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يشدد علينا في النهي. فكنت أقول إن هذا الشيخ الذي قال إن زيارة النساء للقبور كبيرة من أكبر الكبائر كلام غلط، ويرده حديث أم عطية أيضا بعد ذكر الاستدلالات الأخرى. يعني كده حضرتك ان هي المرأة لو مثلا جوزها توفى، امها توفت، تتبع الجنازة عادي؟ لا مش عادي، يعني الاصل ما تروحش يعني، لكن يعني ان راحت مش هنشدد ولا نضرب بس. طب ممكن اسأل حضرتك سؤال ثاني بس. في واحد توفى الله وليه امه وابوه وهو مش متزوج، شاب، امه وابوه واخواته، يورثوا ازاي حضرتك؟ في اللي يورث الاب والام ولا الام؟
الأم ستأخذ السدس لأن له إخوة والباقي كل صبيان وبنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأم ستأخذ السدس والباقي كله للأب، لأن الله قال يعني أخواتهم ما يورثوش معايا. لا لا، الأب يحجبهم جميعا. الأم تأخذ السدس والباقي للأب. أي نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ. الإخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، إن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي كله للأب. ماشي، جزاك الله خيرا. الله يكرمك. صلاح المعاملة. أرحم صلاح. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام. الحمد لله، تفضل. ربنا يبارك في عمرك، إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا له. سؤالي يا سيدنا، ربنا يبارك في عمرك، الطلاق الغضبان، أنت قول لي الغضب ده لا يقع فيه الطلاق، هل بخوض الوعد؟ إذا لا لا, لا لا لا، إذا أفقدك التحكم في نفسك، يعني مثلا أنت نعم. أنت معك محمول، أمك شريه لك ب50,000 جنيه مثلا، غضبان مسكت المحمول كسرته في الأرض، نعم. هتكون مالك أمر نفسك ولا خرجت عن حد الاعتياد؟ نعم، أفقدت التحكم في نفسك. آه، إذا كان زي كده قياسا يعني على كده لا يقع، لأن سيدنا يعني موسى عليه السلام لما ألقى الألواح، وهي ألواح من السماء من عند الله، لما رأى القوم يعبدون العجل وما فقد الوعي، لكن فقد التحكم في نفسه، كسر الألواح. نعم، الله يسلمك. زكي أزهري أزهري، مرحب. زكي أزهري أزهري، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخنا. نعم، هو ما حب يعني لو واحد سب الدين غصب عنه، هل كده يبقى كفر؟ سب الدين كفر، إذا غصب عنه يرجع يتوب ويستغفر. يعني ما ينفعش يصلي لما يقول الشهادة؟ اشهد أن لا إله إلا الله. يعني لازم أقول الشهادة؟ ما هو تقول الشهادة ليه؟ مش هتقولها خلاص، مش أنت تبت، قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. خلاص. مع السلامة. بارك الله فيك يا إبراهيم ابن موسى. من الذي أخذ لك هذه الصورة الوقورة يا إبراهيم ابن موسى؟ بارك الله فيك. ماشي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. حضرتك يا شيخ عندي سؤال بس. سأل. دلوقتي يا شيخ انا دلوقتي في تجارة. ايوه. فدلوقتي يعني ساعات كده مثلا انا اكون شاري حاجة مثلا وليكن بمية. ايه. ولكن يعني العميل او الزبون اللي قدامي يضطر ان انا اقول له ايه، لا دي ده انا عليا مثلا بمية وعشرة عشان خاطر ما يتعبنيش. كذاب. كذاب. طب ما هو يا شيخ مش ميصدق يعني مش ميصدق ما يشتري، انت حر، كله انا ابيع لك هذه السلعة بألف. أعجبك اشتري أعجب، كون قوي الشخصية في البيع، لا تكذب. تمام يا شيخ. بس خليك قوي الشخصية، ما تخشى. سؤال تاني يا شيخ. لا تخشى إلا الله. لا إله إلا الله. سؤال يا شيخ معلش. تفضل. إيه عندي برضو، عندي أخ الله يصلح حاله. عندي. عندي أحسن من عندي. عندي. عندي يا شيخ. عندي. ما عندكم ولا ما عندكم؟ يا شيخ. ماشي. من يا شيخ؟ أسمعك. فالمهم هو يعني الله يصلح حاله، انا بعض الاحيان يطلب مني فلوس عشان يجيب مثلا حاجات اللي هي مشروبات يعني يطلب منك فلوس حتى يشتري خمرا؟ ممكن، ما اعرفش طبعا. لا تعطيه ولا تساعده على الاثم والعدوان. هو ما يقول لي انا هجيب مثلا اكل او هاي، بس انا متاكد ان هو ساعات كده يعني. اذا متاكد انه هياخد الفلوس يشبه خمرة او يسكر بها، لا تعطيه. تمام. السلام. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحتي سؤالين بس يا شيخ مصطفى. اسألي يا أختي. أهلا، كنت عايزة أسأل على المايكرو بدين نجلب الحواجئ والتوريد بتاع الخدود وشفية في التوريد، هي اللي بتشتغل بتقول إنها بتشتغل على أول طبقة اللي هو ما بيخرجش دم. أؤجل الإجابة على هذا السؤال.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليك السلام. بعد إذن حضرتك، أنا كنت في الحج من سنتين ثلاثة كده، فالمهم حصل إن أنا كنت حصل جدال بيني وبين حد كان في الباص، يعني عايز يقفل التكييف وأنا مش عايز أقفل التكييف فكده، فده يعتبر جدال أتحاسب عليه؟ إن شاء الله معفو عنكم بإذن الله. ربنا يكرمك يا رب. وياك وياك. هل يجوز الجمع بين يتين في صيام التسع أيام ذي الحجة، بين صيام ذي الحجة وتعويض أيام الإفطار شهر رمضان؟ لا يجوز هذا الجمع يا أنا توحى ولا توتى، لا يجوز، لا بد أن تنوي نية محددة، إما أنك تقصدين النفل ويكون الفرض في ذمتك، أو تقصدين الفرض وأداء ما عليك. لا يجوز الجمع، لا يجوز الجمع بين ركعتي الصبح وفرض وسنة الصبح، لا يجوز. قال يا توحى ولا توتى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ نعم طيب الحمد لله. ربنا يحفظك يا رب. الله وياكم. معلش سؤال بس إشكالية، كان في واحد بس زميلي إشكالية، بس إشكالية ممكن حضرتك توضحها لنا لو سمحت. اتفضل. ربنا يحفظك يا رب. دلوقتي حضرتك لما في مثلا حد يسألك على حكم أو دليل أو حاجة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في واحد يعني زميلي فبيقول إن حضرتك مش بتقول آراء المذاهب. وهل ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول قال الشافعي وقال أحمد وقال أبو حنيفة وقال مالك وقال ابن حزم، أو يكفي أن نذكر بالقرآن من يخاف وعيد؟ بالضبط. بس يعني مش نهتوي الناس ليه؟ يعني لما أقول لهم وأنت أيها أقرب عندك للتقوى أن تعرف في المسألة نص من القرآن والسنة تذكره ولا تقدم أقوال علماء عليه؟ ما هو 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 بيقول لي، بيقول لي لما الإمام الشافعي والإمام أحمد وكل الأئمة برضو بيقولوا من قال الله وقال الرسول. طيب يعني ليه ما قلش قال ابن عباس؟ لماذا تلزمني بالشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيف؟ ليه ما قلش قال ابن عباس وقال ابن مسعود وقال عمر، وهم أفضل من هؤلاء المذكورين؟ هو السؤال يعني أنا أقصد هم مش هم برضو بيقولوا نفس الفكرة؟ ما هو شوف ابن عباس رضي الله عنه سؤال نفس السؤال اللي انت تتكلم عنه، لكن بغض النظر عن تسميته، قال يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. ما الذي يقدم يا أخي؟ إن تنازعتم في شيء ردوه إلى من؟ إلى الله ورسوله. ولا إلى أبو حنيفة؟ فاهم قصدك. لا أنا بسألك سؤال، يعني ربنا قال وإن تنازعتم في شيء يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء الله ورسوله. طيب فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، والإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، والإمام مالك رحمة الله عليه، والإمام أحمد رحمة الله عليه، كلهم يقولون ما حاصله وإن لم يكن لفظا إن صح الحديث فهو مذهبي، ويقولون لا يحل لأحد أن يعرف الحديث عن رسول الله ويأخذ برأيه. فالأئمة الأفاضل علمونا أننا نرد الأمر إلى الله والرسول، بس انتهى الأمر. ولا تردني في كل مسألة كما خرج زائغ بالأمس أضل من حمار أهله، اسمح لي في الكلمة، يقول قولا غريبا، يقول هذا الأحمق، واسمح لي أقول الأحمق، يقول لابد أن ننشر في الناس ثقافة الأضحية بالطيور، لأن هذا مذهب فقهي مذهب فقهي، يعني يقول لازم ننشر للناس أن يجوز التضحية بدجاجة بعصفورة بحمامة. هل أنقل كلام مثل هذا؟ هل العقل يستقبل كده أن نقول أضحي بعصفور؟ انتبهوا يا جماعة، انتبهوا يا جماعة، لا تأخذوا الشذاذ المسائل وتنشرونها. أنا ما كنت أتوقع أن واحد كده واخد دكتوراه ويقول أستاذ
ويخرج ويقول لك لازم تنشره في الناس، لازم تنشره الضلال في الناس، تنشر انه يجوز التضحية بالطيور، وهذا مذهب وهذا ما موجود من كلام بعض العلماء. يعني يجوز يا بقى حبيبي يمامة عنده تضحي بيمامة، ويجوز عنده ان تضحي بال ويجوز عنده ان تضحي بالعصفورة وبالدجاجة وبالديك. واستدل بأباطيل، يقول لك يقول مؤذن ضحى بمؤذن، يقول لك بلال ضحى بديك واسناد تالف لا يثبت. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. لو سمحت عندي كده. نعم نعم. رجل قوي باطش. نعم عفوا، ماذا قلت؟ رجل قوي باطش. رجل قوي باطش؟ رجل ضعيف. نعم. ظلم ضعيف. ظلم من؟ مش فاهم، مش سامع كلامك غير واضح. ظلم ضعيف. اطلع خارج الغرفة واتكلم من خارج الغرفة. رجل قوي باطش، ماذا صنع؟ ضعيف. ها؟ ظلم رجلا ضعيفا، وبعد؟ مظلوم. أن يسترد حقه بطريقة ما؟ هل يجوز للمظلوم أن يسترد حقه؟ بطريقة ما؟ ما أنا مش عارف الطريقة. دون علم الباطش. ها؟ دون علم الباطش. يعني خد منه فلوس يعني ولا ايه؟ مش مشكلة. ظلمه بطريقة ما، ظلمه أخذ حقه في وضح النهار. يعني أي ما أنا أفهم. يعني الظلم ده أنواع. إذا كان ظلم مالي. الظلم ده عبارة عن يعني رجل باطش يحكي، يعني مثلا زي مثلا عمدة البلد مثلا. يأخذ حقوق الناس ولا يردها. أقول لك شيء. عموما في الشريعة تقيدات. ربي يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وهناك مسألة اسمها مسألة الظفر، يعني واحد ظلمك وتمكنت من أخذ حقك والظفر به، لك أن تأخذه. لماذا؟ للعمومات التي ذكرت، جزاء سيئة سيئة مثلها، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ولحديث هند بنت عتبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني يا ولدي، فهل علي جناح يا رسول الله أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. تمام تمام. طيب أظنك يا مولانا يعني فهمت فؤادي. والله أنا لا أعلم الغيب، أنا جاوبتك على القدر الذي على القدر الذي أنا أقصد بالرجل الباطش. لا بس مش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حكم رهن الأرض يا شيخ. لا يجوز رهن الأرض، سيزرعها المرتهن عنده. تمام. سيزرعها أو لم يزرعها؟ يزرعها. طيب، كل قرض جر نافعا فهو ربا. تمام. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا، هي اللحية فرض ولا سنة؟ ولا سنة مستحبة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. وعليكم. بارك الله فيك. الآن يعني حكم يعني من يعني الآن يعني من الذي يعني؟ قل الآن أعني، مش يعني يعني من من يعني الآن أعني. أيوه.
عندما يقول احدهم سلم لي على فلان وتكثر هذه، فيعني هل هذه تكون امانه ام يعني لا؟ نعم نعم، بلغ فلانا مني السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان ينزل عليكم المسيح ابن مريم، ان ينزل المسيح ابن مريم حكما مقسطا، فذكر الحديث وفيه فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. ده كتير يا شيخنا في النهار، يعني ممكن عشرات المرات سلم لي وسلم لي على. لا مش انت مغالي، انت مغالي في اسئلتك دايما كده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. جزاك الله خير. وياك. أسأل حضرتك سؤال بس. دلوقتي في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. صح. وفي حديث تاني. كمل الحديث. أكمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقام رجل قال يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. إن الله جميل يحب الجمال. في حديث ثاني يا شيخ لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات ونمام ومنان إلى آخر ذلك، لا يدخل دخولا أوليا، لا يدخل دخولا مع الأولين. تمام. بس إذا اصبر علي، يعني نحن بين أمرين، إذا غفر الله له فهو أهل للمغفرة، وقد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يغفر الله له، فنقول لا يدخل إذا لم يغفر الله له. ثم نقول إذا كان هذا الرجل النمام لا يدخل جنة ولم يغفر له المن، فنقول لا يدخل دخولا أوليا مع الداخلين الأولين، بل يعذب على قدر جرمه ثم يدخل. أو نقول قولا آخر لا يدخل جنانا معينة أعدت لمن لم يغتاب الناس ولم ينم الحديث. جزاك الله خير. حياكم بخير. وفي حاجة تانية يا شيخ معلش. تفضل. النصيحة للشاب لسه تايب وعايز يمشي في طريق الاستقامة، يعني أو أولا يسأل الله الثبات ويحمده على هذا التوجه. اللهم لك الحمد على ما هديتنا، نشكرك على هدايتك لنا يا رب ونحمدك. ثم اسأله الثبات على الإيمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ثم يصادق رفقة صالحة. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. جزاك الله خير. أياكم حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم نعم تفضلي. الحمد لله. بقول لحضرتك كيف هو ينفع فعلا النفر اللي هو مش مقتدر ان هو يضحي بفرخة؟ لا كلام غلط، منه لله اللي قال لكم هذا الكلام. التضحية بالأنعام الثمانية، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، نضان اثنين من المعز اثنين، من الإبل اثنين، من البقر اثنين، الجمل، الناقة، الثور، البقرة، الخروف، النعجة، العنز والجدي. مش عارف الناس اللي أعمى الله بصائرها ولا مش. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل يا حبيبي. خبر الله منا ومنكم صالح الأعمال. يا رب أمين يا رب والسامعين والسامعات. هناك أخت تسأل، هي كانت مسيرة خلال رمضان بسبب الحمل، وهي الآن ترضع ولكن تجاهد نفسها في قضاء ما عليها من صوم.
فتسألني عن حكم صومها يوم عرفة، هل يحتسب لها قضاء أم على نيتها؟ على نيتها هي التي تحدد، لا يصلح الجمع بين الفرض والنفل فتحدد. وإن أرادت النصيحة تنويه يوم عرفة نافلة لأن أمد القضاء موسع. نعم الله يكرمك، شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير يا سيدي. وأنت طيب وبعافية. الله يكرمك. بعد إذن حضرتك سؤال. سأل. الله يكرمك في الدنيا والآخرة سيدنا. وإياكم. الله يبارك فيك. وإياكم. بالنسبة لمن رجحت حسناته على سيئاته، طبعا كمعتقد أهل السنة يدخل الجنة بغير عقاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، عندي سؤالين يا شيخ مصطفى. اتفضل. الله يحفظك. السؤال الأول، أنا طالع مع حملة إن شاء الله الحج، أنا مقيم في السعودية، ولكن هم قالوا إن مفيش مبيت في منى. فهل يجوز كده؟ للاضطرار. منى ضيقة ولا يجدون مكانا حتى الحملات الرسمية. حملات رسمية يلقونها في تقسيم هاء هنالك او دال او هاء في مزدلفة، او احيانا يضعون في وادي محسر للضيق، فيجوز ان تبيت انت في اي مكان اذا لم تجد مكانا في منى. تمام يا شيخ. طيب شيخ، سؤال ثاني بالنسبة شيخ للنسك، انا الحمد لله ربنا يعني بعمل عمرة كثير، فهل نسك الافراد يكون افضل ليا ولا ما فيها؟ والله يا اخي لو تمتعت إذا كان في وسعك أفضل لك. جزاكم الله خير. أنت من أهل مكة ولا من خارج مكة؟ لا أنا خارج مكة في الرياض. التمتع أفضل لك إن استطعت. رجل عمل حادثة بالسيارة، زوجته كانت بجانبه وتوفيت، هل عليه كفارة؟ إذا كان هو حي، ما زال حيا، عليه كفارة قتل الخطأ، وبعدها الكفارة تقسم على الورثة تقسيم الميراث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عم الشيخ. نعم. انا اعمل مدير مشروع في منطقة بعيدة عن المسجد، واصلي الصلوات لوحدي لحالي، الا صلاة الجمعة باطلب سيارة بتوديني للمسجد. فانا كنت اجهل حكم جلسة التشهد الوسطى، فقعدت سنة كاملة وأنا بصلي الصلاة بدون تشهد أوسط، لأنه كنت تعبان شوية. فبعدين عرفت الحكم بأن الصلاة باطلة، فماذا علي أنا؟ ليست باطلة، ليس عليك شيء، ومعذور بجهلك. ليس علي شيء؟ ما هي معذور بجهلك. هي شكرك يا شيخ، بارك الله فيك. ماكي ماكي. هل يجوز الاشتراك في الأضحية مع الجزار؟ يعطيني الربع ويأخذ هو الباقي وأحسب عليه؟ يجوز، أنت أخذت أكثر من سبع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أستفسر منك على حاجة؟ استفسر. دلوقتي أنا ميا صديق مربي دقن. صديق ماذا؟ مربي دقن، صديق مربي دقن. ملتح يعني. الناس بتتريق عليه وتقول له نعم نعم، يعني هو مربي دقنه، بعدين الناس اللي زلمت عيب عليه تقول هيمسكوه وهيحبسوه ومش هيحبسوه، فهو يعني ايه، يدربها ولا يسيبها؟ صديق ملتحي، والمرجفون يخيفون، يقولون سيقبض عليك، المباحث يثبت على ما هو عليه، والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أثبت. هل يجب على من غسل الميت أن يغتسل؟ لا. وحديث من غسل ميتا فليغتسل ضعيف، وإن صحح لكنه ضعيف للتنظف والتطهر وإزالة النجاسات فقط. جزاك الله خير يا فتح بن عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش والدي توفى حضرتك وسيب لنا حاجات بالسؤال المعتاد، احنا بنات يعني. الله يرحمه. فدلوقتي قول الله يرحمه، قول الله يرحمه. مذكور مذكور والدي، قول والدي رحمه الله. اسم الله ده خليل. رحمه الله. هي. مات وترك لكن اشياء وبعد. في حياة عينه وقال ده مجهودي وانا عايز اخصكم بيه، انا مش مسامح فيه لحد، انا مش بمنع حق ومش عايز احوش حاجة عن حد. بس انا ده شقايا وانا مش بعمل حاجة حرام ولا حاجة، بس انا عايز اطمن عليكم انتوا وادهولكم. لا ابوك غلطان وجاهل. ايوه ابوك غلطان وجاهل. الله الذي قسم الميراث، والله ارحم بك من ابيك، وارحم بك من زوجك، وارحم بك من نفسك. الرحمن هو الذي قسم الميراث، الزمي قسمة الرحمن. طب يعني اللي هو المال مال وارث. صححوا لكم ورث اخرون. ام عائشة ولا ميتة؟ والدتنا ولا والدته هو؟ جدتكم. لا 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 لا، والدها توفى عن عمر 72 سنة. طيب موجودة؟ لا. طيب وامك انت موجودة الزوجة؟ والدتي اه موجود. طب ازاي ان الشيعة من الميراث مش حرام عليه؟ هي لها ثمن. ولكم اعمام؟ لكم اعمام؟ لكن اعمام؟ لا لا لا، ما فيش حد شقيق غير عمة واحدة. لا ستأخذ بركة. هي دي الوحيدة اللي موجودة. يا أختي امضوا على تقسيم الله للميراث، قسمة أبيكم قسمة ضيزة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فندم؟ لست أفندم. لا تتعاجم معنا، بارك الله فيك. الله يعزك ويبارك فيك. لا تتعاجم، العجم أفندم لغة عجم. اتفضل. آسف آسف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتى يوم القيامة برجال لهم أعمال كجبال. أسناده ضعيف، أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الإسناد ضعيف. الحمد لله. والمعنى ده محمول على منافق نفاق الاعتقاد. أما كل واحد بيعمل معصية ما يعملها في السر. بالضبط. كل واحد بيعمل معصية، جل من يعملون المعاصي جلهم يعملوها في السر. بالضبط. تمام. يعني حتى يعني الحديث ضعيف الاسناد، وفي حال صحته محمول على منافق نفاق الاعتقاد، لانه لا يدمر كل الاعمال الا الكفر. خلاص. تمام. سؤال تاني سريع يا فندم بعد اذن حضرتك. يا قلت لك لا تتعجم علينا. اعتذر. هي لازمه في اللسان. اعتذر. اتفضل. في شغل في الشركه في المكتب، وانا اكون بصلي فيدخل علي احد الموظفات في الشركه، وبتكون مثلا متبرجه او بشعرها او مسيحيه او كده، فاذا ما النظر وقع عليها اثناء الصلاه نظره خاطفه، يعني هل كده يبطل الصلاه؟ لا تبطل. سئل النبي عن نظر الفجاءه فقال اصرف بصرك. تبطل الصلاه؟ لا تبطل. لا تبطل الصلاه. جزاكم الله خيرا. وياك السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي يا شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة. سلي. دلوقتي أنا كان عليا دين، وحاولت أوصل لصاحبة الدين ده عشان أديها فلوسها وكده، ما عرفتش بكل الطرق. فأنا كنت عايزة أطلع الفلوس ديت، يعني أعملها بيها حاجة ليها. لا بأس ما دمت عجزت عن الوصول إليها. طيب انا منفصلة وعندي بنيت، ينفع اصرف الفلوس عليها ولا لا؟ لا هيبدأ التلاعب الان كده، نبدأ نلعب. فلوس دي تروح مكان بعيد عنك، صدقة جارية. يعني المبلغ بتاع الدين ده احطه في صدقة جارية. صدقة جارية لها يعني، اما ترجع لنفسك يعني زي ليا تقي الماء او نخلة او اي حاجة كده. المهم اي حاجة زي ايه مثلا؟ ضام في بناء مسجد، يشتري مصاحف لمسجد على حسب الفلوس. طب لو اعرف حد تاني معايا يتيمه اعمليها صدقه جاريه. لازم صدقه جاريه. طيب انت تقولي اختي يتيمه واختي انت، خليك كده ورعه شويه. طيب خافي من الله. حد يعني خافي من الله شويه، اخرجهم صدقه جاريه لها. الله يكرمك. طيب
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني ادعني سنة ولا فرد يا شيخ؟ نعم ادعني سنة. احترم نفسك. ادعني ايه ومش مثل تدبوا في الطرح. اطرحوا الاسئلة بادب. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى انا عندي سؤالين الله يخليك. اتفضل. الله يحفظك. والله حصلت مشادة كلامية كده بيني وبين زوجتي. وبعد حصلت مشادة كلامية بينك وبين زوجتك وبعد؟ ايوه وبعدين. بعد واحدة ولا وبعدين؟ بعد وبعدين. بعد واحدة. قالت لا ما انا جايب الحاجة دي. الو قلت لا عليك الطلاق ما انت جايب الحاجة دي وبعد؟ ايوه يا شيخ مصطفى. وبعدين حصلت مشادة كلامية بيني وبين مراتي بسبب ان اهلها كانوا واخدين ذهب مني من زمان وهم جابوهش. وبعدين قلت لها على الطلاق لو ما جاش الذهب ده بنتي قاعدة معايا. ما جاش الذهب ولا جه الذهب بعد كده؟ لا ما جاش الذهب ده بنتي قاعدة معايا. ايوه وبعدين الذهب جه ولا ما جه؟ لا ما جاش يا شيخ مصطفى. ما جاش الذهب لان احنا مسافرين يعني بره مصر. طيب جاش الذهب. وبعدين قلت لها لو ما جاش الذهب ده انت قاعده معايا لما نروح مصر. يعني لحمت الكلمه دي في الايه؟ في اليمين. لما نروح مصر لحمتها في اليمين يعني وراها على طول. ايوه وراها على طول لما نروح مصر. طيب وبعدين برضه في نفس الايه؟ في نفس الكلام برضو نفس الحوار. قلت لها برضو قلت برضو عليها الطلاق ما انا جايب ايه؟ ما انا جايب حاجة لها. واقصد بنتي يعني. ما انا جايب حاجة لبنتي يعني. كفر عن كل واحدة كفارة يمين والثانية لسه تعلقها الى ان تصل الى مصر ان شاء الله. نشوف الدنيا شكلها ايه. والثانية طب يا شيخ مصطفى لو سمحت بس سؤال كمان معلش. يعني انا دلوقتي لو حبيت مثلا ايه لا يعني هي دلوقتي قاعده معايا انا دلوقتي مسافرين ما نزلناش مصر. انا قلت لما نروح مصر دي ما فيهاش حاجه يعني؟ لا ما فيش فيها حاجه. طيب لو انا مثلا عايز يعني ايه؟ عايز اخلي يعني اليمنيين دول مثلا اخليها اخواتها مثلا يجيبوا الحاجه دي. بس اخواتها ظروفهم ما تسمحش ان هم يجيبوا الحاجه دي. فهي لو اعطتهم فلوس وجابوها عشان اليمين بتاعي يعني دي ما فيهاش حاجه؟ من معها ولا من معك انت؟ لا من فلوسها من شغلها هي. ما في مشكل. طيب تمام. طب بالنسبه لبنتي عشان برضه انا حلفت طبعا ان انا مش جايب لها حاجه وما ينفعش ان انا ما اجيب لهاش. كفر كفاره كفر كفر اصبر بقى كده. انت راجل متلاعب بالايمان. كفر كفاره يمين وهات لبنتك واجيب لها عاد. ايوه كفر كفاره يمين. وهي بالنسبه للحاجات اللي عند اخواتها تدوهم فلوس من عندها لان هم طبعا مش ما في مشكل خلاص. لو عطتهم فلوس من معاها وجابوها كده يميني يبقى ما فيش حاجه ان شاء الله. ماشي شكرا يا شيخ مصطفى. الله يكرمك. الله يبارك فيك ويرزقك العقل يا رب. ذكرى الذاكرين. شكرا على تعليقك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش كنت لسه بكلم حضرتك معلش طول بالك عليا عشان بس دي الأولى. في التعليقات اللي هو والدي رحمة الله عليه متوفي يعني. الو وحضرتك والدي برضه تعمل لي فلوس في دفتر مدي كل واحدة فينا دفتر وحضرتك يعني قلت إن الأمر ده فيه شبهة بالنسبة للدفاتر. دفتر إيه وما شفت؟ اليوم الكلام ده ما جبت سيرة دفاتر اليوم. لا مش النهارده فتوى لحضرتك ابني كان معايا قبل كده. طيب ايه المطلوب يا اختي اختصارا؟ انا الفلوس اللي هو كاتبها باسم وانا ما فاكر الفلوس ايه. ما عادي السؤال من الاول. هو سايب لي مبلغ مالي. والدي سايب لي مبلغ مالي. ايوه في دفتر باسمي. ايوه عمل لك دفتر توفير في حياته. وبعد؟ وبعده قال بعد وفاته كل واحد ياخد دفترها. كل واحد تاخد دفترها بما فيه من الربا. بما ايه؟
بما فيه من العوائد الربوية. انا بسأل حضرتك بقى انا اتصرف ازاي؟ انا عارفة ان الارباح بتكتب بالاحمر وسألت في البريد وقال لي اللي بالاحمر دي الارباح. انا طلعهم. طلعيهم. طلعيهم حصل خير. الحمد لله انك عرفت الارباح مكتوبة بالاحمر. او استفادنا الفائدة دي اليوم يعني. الليلة. طب هو المبلغ اصلا ده هو مثلا يعني بدأ باربع خمس تلاف فضل يتزايد لحد ما حق انا كان 100,000. طب ال 100,000 دي طب ما هو داخلها الربا. انا اعرف مبلغي من الربا ازاي؟ يعني انا ال 100,000 ده نصيبي لما جمعنا مثلا احنا اربع بنات وهم 400 كل واحده تاخد 100. انا اعرف اساس مبلغي ازاي او فين ميتي من الارباح او فين اللي هو حطوه؟ طب انا اعرف دي من دي ازاي؟ احتاطي شويه، تعالى على نفسك شويه. يعني اذا افترضنا ان انا اقرب المساله، قل يا جماعه انا شاكك، هل الفوائد الربويه دي 50 او 40؟ هجعلها 55 واشيلها. طب بالنسبه لعمتي بقى مصروفها هيبقى كام؟ ما كان نفس التقريب، كل شيء بالتقريب. اذا عمتك مصره على انها اصبري بقى كده، انت سلمي لكل واحد فلوس وعلميهم ان الربا حرام. الورع هيتخلص مش ورع. بالنسبه لمصروف عمتي في اي حاجه تاني غير الدفتر، يعني مثلا كان في شقه واحنا بعناها انا مصيبي فيها 75,000، عمتي دي ليها فيه كام؟ انا ما عارف من الميت ومن الورثه. حضرتك هو والدي توفى وساب حاجة كده بالنسبه للدفتر انا فهمت. طب هو ساب شقه، احنا بعنا الشقه دي. واحد سكيل كم خلف من خلف من خلف من خمس بنات. طيب تكلمنا على خاص. والله يا اختي مخي قفل معك. يا الله يا ربي اهدينا واهديهم يا رب يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانا عندي سؤال. سأل. عندي سؤال. اسأل. وانا عملت تجاري كتير اتوب منه. نعم. ازاي عملت تجاري كتير اتوب منه؟ قلت له يا اخي ما سمعت. ازاي لو عملت ذنب كبير اتوب منه؟ عملت ذنب كبير اعمل عمل خير اكبر. صلي، صدق، حج، اعتمر، عشان يضع في كفة الحسنات يطيح بالسيئات. إن الحسنات يذبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. مع الاستغفار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت الشيخ كنت عايز أعرف ماذا يقول عند سجود التلاوة وسجود السهو. سجود التلاوة وسجود السهو كسائر السجدات. لم يثبت خبر خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر الذي يقال في سجود التلاوة أو في سجود الشكر أو غير ذلك أو السهو، إنما هو ذكر كسائر السجدات. من العلماء كالإمام الشافعي يستحب أن يقال في سجود التلاوة ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لكن غيره من العلماء قالوا كأي سجدة، لم يثبت عن الرسول شيء في هذا الباب. يا رب. واحدة زوجها مات ولها أولاد، تزوجت بعد زوجها آخر وتطلقت منه، هل ترث من زوجها الأول؟ طبعا هي ترث من زوجها الأول ما دام مات. عفوا استنى حبيبي، زوجها توفي ولها أولاد، تزوجت بعد زوجها آخر وتطلقت منه، هل ترث من زوجها الأول؟ لأنها ماتت وهي كانت على ذمته، وتطلقت منه، هل ترث من زوجها؟ لا، هي ترث من زوجها الاول قبل ان تتزوج بالثاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الفاضل محبك الله. حبك الله الذي احببتنا له. الله يمين يا رب. نصيحه لشخص هو معي الان يسمعك باذن الله، كان من الشباب الفاسدين وكان يصاحب شباب برضه مثله، ونريد ان نوجه له رساله. هو الان الحمد لله بدا يصلي وبدا يتوب، عايزينك تنصحه بس وجه الله. والله اولا على هذا الشاب وعلينا جميعا ان نحمد الله سبحانه وتعالى على من من علينا بالهدايه،
فنحمد الله اجعله يكثر من حمد الله ان الله سبحانه وفقه للهداية ويقول مقولات الصالحين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله. وبدا يقول الحمد لله. اسمح لي بس اكمل كلامي. اسم الكلام اكمل كلامي. اولا يكثر من حمد الله وشكره. وثانيا الله يثبتنا وياه يا رب على الطاعة. ثانيا اللهم امين يا رب. شكرا شكرا شكرا. اعمل ايه بس قطع علي الحديث. السلام عليكم. أرضي وأجعل. السلام عليكم. بارك الله فيك يا إبراهيم ابن مصطفى دربالة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معك إبراهيم بن عزت يا شيخنا. تفضل يا إبراهيم بن عزت. عايزين يا شيخنا نختم المجلس الطيب دوت بسلامة كده هادية. معلش يعني أنت قرأت بالأمس فنريد نختمه ببعض الفتاوى التي تنفع الناس. معلش يا إبراهيم. عندك سؤال يا إبراهيم؟ نعم. عندك سؤال؟ يعني شيخنا مش ممكن تختبرني كده في حاجة كده خفيفة؟ معلش أنت لخبطت الدنيا أمس. أمس لخبطت الدنيا. لا النهاردة إن شاء الله. لا خلنا معلش يعني. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. والله يا شيخ انا فتحت كده الفيس شفت حضرتك يعني قلت ان الله يسلم عليك يا شيخ. بارك الله فيك. تفضل. الله يسلمك. كريم يا شيخ بكرمك مستضيف والله شيخ بحبك في الله والله شيخ. حبك الله ولا تحبتنا فيه. الف شكر. ادعي لي يا شيخ مصطفى بالله عليك. الله يثبتنا واياكم يا رب في حفظ الله. الله حفظ الله. الله يسلمك. بهذا القدر اجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك غفور رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا.
ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، انصرنا يا خير الناصرين، احفظنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارحمنا يا كريم، وأكرم منازلنا واسع مداخلنا يا خير المنزلين، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطيق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا، حسن أخلاقنا، أخلص نوايانا، واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.